جولة مكوكية عنوانها التنسيق العربي في مواجهة المستجدات، تلك التي بدأها رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم من القاهرة، وامتدت إلى جنيف، ومن ثم العودة إلى القاهرة مجددا. وخلال محطات الجولة المختلفة حرص رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس مجلس الأمة على تأكيد التضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية والوقوف إلى جانبها في كل ما تواجهه من تحديات. نؤكد كاتحاد برلماني عربي تأييدنا ومساندتنا للمملكة العربية السعودية الشقيقة، أحد أعضاء الاتحاد البرلماني العربي، ضد كل ما يقع ضدها من انتهاكات، وآخرها اقتحام البعثتين الدبلوماسيتين في طهران وفي مشهد. كذلك نقف إلى جانب المملكة في كل ما تواجهه من تحديات. التنسيق سوف يكون موجود بين الاتحاد البرلماني العربي وبين البرلمان العربي وبين جامعة الدول العربية لمواجهة كافة المواقف. جولة الغانم أثمرت عن قرب عودة البرلمان المصري إلى الاتحاد البرلماني الدولي عقب تحركات دبلوماسية قادها في جنيف. ننتظر إن شاء الله انتهاء آخر المراحل بانتخاب رئيس البرلمان المصري في 10 يناير، وبعدها مباشرة نتيجة لاجتماعاتنا قبل أيام قليلة في جنيف مباشرة سيقدم الطلب لإعادة عضوية البرلمان المصري، وتعود مصر وبرلمانها لممارسة دورها الطبيعي والرئيسي والمهم في منظومة البرلمانات العربية. لدينا أيضا تحديات كثيرة على أجندة المؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي القادم في زامبيا والذي يعقبه في أكتوبر في جنيف، مما يستدعي إلى تنسيق أكبر بين البرلمانات العربية، وهذا ما نقوم به. أنا أشكر حقيقة معالي الأمين العام دكتور نبيل العربي على ما تقدمه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من دعم ومساندة لكافة المنظمات العربية ومنها الاتحاد البرلماني العربي. وكعادته لم تغب القضية الفلسطينية عن مشاورات الغانم خلال الجولة، وسط تأكيده عن التنسيق العربي لمحاصرة الكيان الصهيوني وكشف تجاوزاته أمام المنظمات الدولية، كما كان واضحا خلال الجولة التحركات التي تقودها الكويت لزيادة التضامن العربي في مواجهة التطورات الإقليمية التي لامست أمن دول المنطقة.